من هذا يا جماعة؟ هل تعرفوا هذا الرجل؟ تعال. كثير من اليوتيوبرز بيعملوا فلوج مع بعض، فأنا قررت أعمل نفس الشيء. معايا الأخ، ما أدري يعرفوني ولا لا، أحمد النيم، رجل محترم. خش على قناته، لا تستحي، هو ده، لا تتكسر. هتلاقي الرابط طبعا بالأسفل. ما هي الخطة تبعنا الآن يا أحمد؟ والله شوف، اليوم صدفة حلوة. أول حاجة إنه تقابلنا مع حكيم، وكان نفسي من زمان أقابله، وكان ودي كمان أقابل ماهر المرة الجاية إن شاء الله. هل يوجد محلات للأكل هنا ناكل شيء؟ نطلع نكتشف. في مطاعم بس مسافة 5 دقائق من هنا بالمشي. 5 دقائق؟ أيوة. و مش عارف كيف هنسوي. هل أنت عايز تتمشى في الجو هذا ولا عندك فكرة؟ صعبة. وقت مش كويس للتقابل مع الأخ أحمد، في عاصفة قادمة إلى بريطانيا سريعة. قالوا على بكرة حتكون في رياح. هذا محطة الباركينج أمامها، في مطاعم كثيرة هنا، في كوفي شوبات. بس هل يوجد موقف هناك ولا لا؟ للسيارات؟ للسيارات. أيوة، ها هو السؤال الوجيه. أنا لابس لبس الشغل يا جماعة، لأني أقفل المحل. الأخ أحمد النمر القادم في السلالم، هي السلالم المتحركة. يمكن نأكل شيء في هذا المحل. قررنا ما نطلع نأكل في الخارج لأنه المحلات بعيدة. عادين نتمشى هنا في تسكو، ندردش ونتكلم مع بعض على الأخبار. متى راح تصور مع حكيم؟ من هذا؟ صديق؟ هذا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن، أوكي. خليني أبعث له صورة بس. أحمد النمر يساعدني نلاقي البروتينات. في أحد المشاهدين طلب مني سعر البروتينات، ها هي. خلينا أعطيك فكرة يا صديقي، ده طعمه حتى مش حلو. الدايت بالذات بيجي كده تخين شوية، صحيح؟ هي عندك الألترا واي بروتين، هذا طعمه بيجي حلو وخفيف على المعدة حتى. هاخد لي كيسة. لا تقول لي شبه ده، عاملين كوفي بروتين يا إخواني. ما ضربتش انا الاحمر، انا ضربته. فما هي الخطه الان يا صديقي؟ كل واحد على بيته. صحيح والله، عايز تروح؟ والله خلاص، تعرف اليوم كل الزيارات مع الاهل، عشان كده حتى ما صورت فلوج كثير. انا حاخذك اوصلك وبعدين انطلق باذن الله. هل عندك كلمه عايز تقولها لمشاهدين قناه حكيم؟ بعد ما نزلت انت الفيديو الاخير جاءوا عندي كمان. صحيح والله، قناه حكيم. حد يعني دخل؟ اي طيب. ما قصروا ما شاء الله. انا برضه تعالوا قناتي، اللي ما شاف القناه يجي قناتي ويشوفها. هو انت يمين صح؟ ولا شمال؟ انا راجع الى بيتي، تركت احمد النمر، هو هيحمل الحلقة تقريبا بعد 3 أسابيع. إن أردت أن تشاهد الحلقة في قناة أحمد النم، ادخل واشترك، هتلاقوا الرابط تحت في صندوق المعرفة. اضرب اللايك إن عجبتك الحلقة، اشترك إن لم تكن مشترك في القناة. للأخ اللي سألني اعتمد البروتينات في بريطانيا، ها هي كيسة 450 جرام 33 جرام بروتين ب10 باوند، وهذه علبة 500 جرام 21 جرام بروتين ب15 باوند. اهو لو انت مش مصدق، 500 جرام اهي ب15 باوند، هذا يعتبر شبه رخيص يعني. وهي خد فكرة يا صديقي.